الشركات ولا ورياليزا الباسان الجوهرية للزيارة هذه. درك كذا حنا واش راح نديرو سبيطروا لا سبيطروا اكتيالمون على ديك ورا جبنا ولي البلاد هذيك البلاد هذه غير كامله. المشاريع اللي عيناها اليوم تبين بوضوح تام الأهمية الكبرى اللي تعطيها السلطات العمومية على رأسها السيد رئيس الجمهورية من أجل تقديم خدمة عمومية في المستوى تتكفل بالنقائص التي كان يعاني منها المواطن. يبقى فقط هو الاستغلال الأمثل لهذه المشاريع وإنجازها في أحسن الظروف طبقا للمواصفات التقنية وخاصة في الآجال المحددة حتى يكون هذه المشاريع تكون في خدمة المواطن وتقدم الأهداف المرجوة منها ويكون المواطن راضي على هذه الخدمة. اتخذنا إجراء أنه راح يكون إعادة بعث هذا المشروع في القريب العاجل بالاتفاق مع السلطات المحلية على رأسها السيد الوالي من أجل أن يكون المشروع هذا يتم استلامه في أقرب الأجل الممكنة. كذلك أعطيت تعليمات من أجل إنجاز حل مؤقت أقول حتى لا تبقى المنطقة والمدينة والسكان يعانون يعني في ظل غياب هذا المشروع الهيكلي، وأكدت أنه الحل المؤقت هذا يكون جزء من الحل الدائم حتى أنه يكون فيه استعمال واستغلال أمثل للأموال العمومية. كذلك اليوم رانا متواجدين هنا في جزء من مشروع ربط محطة التحلية فوكا 2.